يعد التقدم في العمر والإصابة بالجروح أو الأمراض التنكسية كالتهاب المفاصل من العوامل التي تؤدي إلى تلف غضروف الركبة. وأظهرت دراسة سريرية حديثة أن أدوية الخلايا الجذعية المبتكرة قد تساهم في إصلاح غضروف الركبة، حيث تم تصنيع دواء من الخلايا الجذعية اللحمية المأخوذة من دم الحبل السري، والذي يعتبر مصدراً غنياً بالخلايا الجذعية. وتتمثل ميكانيكية العلاج بدمج الخلايا الجذعية مع بلولايمر طبيعي يلعب دوراً رئيسياً في شفاء الجروح، كما أنه المركب الأساس للغضروف، ويتم إعطاء هذا الدواء جراحياً في منطقة الغضروف التالف بعد إجراء الجراحة المفصلية.